السلام عليكم. هذه حالة تشوه للأصابع بتاع القدم زي ما نشوفه قدامنا، طبعا للأسف الحالة متقدمة جدا، وحطيت العديد من المقاطع زي هذه في السابق، ونزيد ننبه على خطورة الأحذية الضيقة بالذات للنساء والسيدات، الكعب العالي والأحذية الضيقة بصفة عامة، لأن هذا اللي بيصير مع تقدم السيدات في العمر، هذا اللي بيصير للرجلين وللقدمين. طبعا الأحذية النسائية كلها ضيقة من الأمام، فهذا اللي بيصير فيه ضغط على الأصابع بالشكل هذا، ويخلي الأصابع الوسطية ما عادش عندها مكان، فتصير ترتفع للأعلى. طبعا مع تقدم الزمن إن الأصبع يصير يدخل للداخل بالشكل هذا للأسف يعني. طبعا هذه حالة متفاقمة جدا، حتى يعني تدخل جراحي ما ينفعش في الحالة هذه. أيضا السيدة عندها التهاب أظافر، التهاب فطري للأظافر، تشوف الأظافر شكلهم أصفر وفيهم تشوهات، وصعب حتى التقليم بتاعهم. طبعا لما تقربوا الكاميرا هتلاحظ المادة الصفرة هذه، هذه هي الفطريات، ولو استعملت دبوس أو شيء هتشوف الفطريات تتناثر مثل القشور في الأكثر في الأظافر هذه. طبعا نتيجة الضغط أيضا يصير في ضمور في الأنسجة اللي تحت أو القدم من تحت، اللي عندها تكلسات، لأنه احنا في ليبيا نقولها كارلو، فعندها تكلسات في رجلها نتيجة الضغط طبعا، لأن شكل القدم مع الأحذية ضيقة والكعب العالي وكده، يخلي في مناطق معينة فقط هي اللي تتحمل وزن الجسم والضغط، فهذا يسبب لها تكلسات زي ما نشوف قدامنا، والضمور أيضا الأنسجة، يعني العظم تقريبا يعني يلمس في الأرض، أحيانا تصير تقرحات وتصير التهابات وتبدأ العملية، فعلا يعني صعب حتى العلاج. فللأسف الحالة متفاقمة جدا. المرأة جت اليوم نتيجة إن عندها ألم، لأن الأصابع يضغطوا على بعض، فعندها ألم في المنطقة هذه، الأصبع هذا والأصبع هذا. فيه حاجة يقولوا لها تو ديفايدر، يعني زي ما تقول يفصل بين الأصابع، مادة مطاطية فعلى شكل حرف آي بالإنجليزي، فنحطها بين الأصابع لتجنب مزيد من الضغط ومزيد من المشاكل. طبعا نحاول على الأقل نحافظ على شكل القدم بدل ما يصير تشوه أكثر، ولكن للأسف إن الحالة متفاقمة جدا وما فيش علاج ناجح للحالات. شكرا.